أستاذ مجدي أبو عميرة، العودة إلى الدراما التاريخية كيف تراها؟ أراها جيدة. أنا شفت مسلسل حشاشين. أيوة. مش كتير لأن أنا كنت بصور، لكن عجبني جدا الطرح اللي عمله الأستاذ عبد الرحيم كمال، الإخراج الأستاذ بيتر ميمي، الإنتاج الضخم جدا، الصورة المبهرة، الإمكانيات الرهيبة فيه. ده شيء يدعو للفخر. طب الموضوع نفسه، الموضوع هو موضوع بالنسبة لنا جديد، جديد، بس ممكن يكون في ناس، بعض الناس ما استقبلتوش بفهم شديد، لكن مؤكد لما يشوفوه مرة تانية هيستوعبوه جدا. وده ذكاء من عبد الرحيم كمال انه عامل، مش عامله مباشر، ودي حاجة جميلة. لكن لو رجعنا مثلا للمسلسلات كتاريخ، يعني مثلا الاختيار، الاختيار ثلاثة اللي هو كان معاصر جدا، ده كان رائع. ليه؟ لأنه كان حاجة إحنا تاريخ حديث بنعيشه. وهكذا برضو الاختيار اثنين واختيار واحد. لكن الحشاشين لما يتعاد تاني الناس يعني ناس معجبة بيه جدا. طب لكن اللي هو مش فاهمينه هيفهموه في الإعادة التانية. يعني هو نوع من المسلسلات لابد أنه يتشاف يعني أولا نشاهده بروية طبعاً. وممكن نشاهده مرة ثانية طبعاً، لأنه هو موضوع مهم الحقيقة جداً جداً. وبيناقش قضية مهمة جداً، وفي ذات الوقت عنصر الإبهار فيه يخليكي دكتورة تتفرجي وتتابعي. وأعتقد أيضاً أنه يعني موضوع قديم لكنه ممكن ينصرف على ما هو على ما هو في إسقاط على كل حاجة حالياً في العالم. يعني ادعاء الدين والكلام باسم الدين. صحيح. طيب الأعمال الدرامية الأخيرة أيضا وجدنا أنه كتير من النجوم الكبار بدأوا يعودوا تاني إلى الشاشة التلفزيونية، وده شيء جميل حقيقة. تمام تمام، ده حاجة رائعة، ودي حاجة تحسب برضو للشركة المتحدة أنه يجيبوا سواء الأجيال القديمة مع الجيل الجديد. كل اللي عدتهم هنا كام يوم؟ يا جولدر، انت بقالك هنا على الجزيرة 10 سنين. يا مساء البهجة. بالنسبة للناس اللي بتنورنا لأول مرة، أنا اسمي بهجة الأنصاري، بقدم محتوى على اليوتيوب اسمه عتبات البهجة. تخيل مؤمن واحد من قلعة ألموت بخنجر وإيمان. عيلة الرفاعي لازم تكمل. عربي السويركي ماشي مع صباح الجياش. انا صباح الجياش يا بيت. وكشرت الدنيا وقلبت وشها معايا، صدرت لي وشها الناشف، ويا ويل اللي الدنيا تسقيه من راحة. تعايش في نعمة وخير بسبب امي ودعوة امي. بكتبها لاني حاسس ان الموت قرب مني. انتوا الاثنين ولاد عمر البرنس. لا تخيل بقى تدفع عمرك كله عشان غلطة الثانية. عايزين انت. الحرب في زمانهم ما بقتش حرب سلاح، الحرب حرب عقول. مين اللي يقدر يسيطر على العقل التاني؟ واضح ان انا كده ما عنديش اختيارات كتير، ولازم امشي معاكم في المغامرة دي كلها. يا ويل، انت تسحب اللحاف من عليا وانا سحبت عليك صفوري. خلنا يرفع عنده فوق. انا مختار ابو المد، قررت ابني امبراطوريه. بابا بابا بوبي، يلا بابا، يلا بابا جه. بابا جه خلاص، بابا جه، بابا جه. لا يا فراوله، انت فيكي حاجه لله، انت مصدق في فراوله قوي. ها يقول مستر لين انها طريقه تصويت جديده اسمها منه في شيشين. وانا ريحتي وحشه يا احمد. لا يا حبيبتي، لا ده قشط، قشط الولد. ما قشط ابنك يعني، وانا جايباه من الشارع. دي بقى كمان فكرة ال 15 حلقة، على فكرة أنا أول مرة. أيوة. أعمل 15 حلقة في حياتي، وأول مرة دكتور يحيى الفخراني يعمل 15 حلقة. حلقة، وأول مرة الأستاذ جمال العدل ينتج 15 حلقة، لكن أنا شايفها ظاهرة جميلة. أولاً أنت بتعملي مسلسل ملموم، وفي نفس الوقت يا فندم المدة الزمنية وإحنا بنصور مسلسل بتخلص بسرعة عكس ال 30 حلقة. ثم نتخلص من آفة المت والتطويل اللي بتخلص، اللي بتبقى في ال 30 حلقة، شئنا أم لم نشأ.
يعني مع 30 حلقة يقول لك ممكن تحط حلقات في الوسط يعني مش قوية قوي، يعني تبدأ قوي وتنهي قوي. لكن فكرة ال 15 حلقة أنا استحسنتها جدا لما تعرض عليها الحكاية دي، وكان أبسط دليل على أو أجمل مثال على كده السنة اللي فاتت مسلسل تحت الوصاية كان 15 حلقة ونجح جدا، وده اللي شجعنا كلنا فكرة ال 15 حلقة. ودي فكرة متميزة من الشركة المتحدة. ليه بقى؟ ال 15 حلقة غير مزايا اللي أنا قلت عليها بتدي فرص لناس كتيرة تشتغل، سواء من الممثلين أو من الفنيين خلف الكاميرا. أيوة. يعني بدل ما يعملوا 5 مسلسلات 30 يعملوا 10 15، وبالتالي يدي فرصة لناس كتيرة تبقى متواجدة وبتشتغل. طب إن كان هناك مسلسل أحداثه تستدعي أن يكون مثلا 30 و40 حلقة، ممكن جدا. مفيش مشكلة، ما هو فيه زي ما فيه 15. يعني من يحدد عدد الحلقات؟ هل النص؟ النص. أم من البداية بنقول أعمل 15 حلقة؟ لا، النص. النص اللي يقول هل ده يستحمل 15 ولا يستحمل 30. وأنا لما قريت رواية الأستاذ إبراهيم عبد المجيد أنا قريتها وعين دكتور مدحت، واتفقنا أنها 15 مع الدكتور يحيى الفخراني. اسمها جميل الحقيقة، عتبات البهجة. أعظم الحق يعني اسم بديع بجد، عتبات البهجة. يعني لا، اسم يعني رائع رائع رائع. جميل انه يعني الاعمال التلفزيونيه تستلهم الاعمال الادبيه. مظبوط، وده حاجه جميله. يا ريت يبقى في اكثر من الروايات الادبيه. التلفزيون على فكره في الستينات كان بيعمل كده، يعني الجنه العذراء وهارب من الايام، كل ده كانت اعمال مستلهمه من روايات ادبيه. لو خدنا بالحكايه دي اعتقد هيبقى انت معاكي اساس قوي. أيوة. لسيناريو أقوى. صحيح.